يلا بينا ان شاء الله بنستفاد كلنا منها. اقول لكم على المقادير معانا: كوبايه زيت، تمام. طيب ممكن تستبدلوا كوبايه الزيت، وعلى فكره على كميه الكيكه لو حته مش مشكله خالص، لان الواحد بيحتاج الزيوت في جسمه والدهون ما ينفعش نستغنى عنها، ولكن الكميه هي اللي بتفرق. باكد دي 10,000 مره، كميه يا جماعه. لما تاكلوا من حاجه صحيه كميه قليله مش هتخنكم، بالعكس ممكن تخسس، لكن لو اكلتوا من حاجه صحيه كتير هتتخنوا. خلاص، يبقى كوبايه زيت او زبده للناس اللي تحب زيت جوز هند ينفع تحط، تمام. معانا 3/4 كوبايه سكر دايت، يا ريت ستيفيا، لان ستيفيا من الحاجات الطبيعيه والصحيه، وطبعا اللي هي بدون طعم جانبي. انا المنتج بتاعي في السوق ملوش طعم جانبي خالص، وباكد انه حاجه كويسه جدا. عندنا عليهم 5 بيضات، 5 بيضات ده يعني كمية حلوة قوي في الكيك تغذي زي ما قلت. ومعانا 2 كوباية دقيق شوفان، وقرفة، رشة قرفة، فانيليا، رشة ملح، باكت 1 بيكنج باودر. وعندنا بقى لو حابين تحطوا فاكهة زي الخوخ متقطع، زي التفاح اللي انتوا حابينه، مش عايزين فاكهة خالص ما تحطوش، تمام. القرفة هنا افضل انها تتحط لانها بتساعد على ضبط سكر الدم، والقرفة بتشتغل على حاجات كتيرة جدا في الجسم، فاحنا من الحاجات الحلوة قوي بترفع الحرق معانا، فبنصح بيها بصراحة. خلاص، يلا بينا نعمل الوصفة، يا رب تجربوها وتدعولي، ده أهم حاجة عندي، دعواتكم هي أهم حاجة عندي، ما اطلعش غير بيها هي دي. خلاص، نحط أول حاجة البيض، عليه سكر الدايت، وبرضو انتوا تقدروا تظبطوا سكر الدايت بتاعكم، عايزين لا اقل عايزين اكتر، دي حاجه ترجع لكم. وعندنا الزيت، فانيليا، ورشه الملح، ورشه القرفه، كل ده مع بعض. ونحط البيكنج باودر على الدقيق، دقيق شوفان. نكون في الوقت ده بقى بنسخن الفرن على كام؟ على 170، مش عالي علشان الكيكة دي بتاخد وقتها شوية. وأنا نصيحة ما تعملوهاش كيكة عالية، اعملوها في قالب يكون مستطيل، وتعملوها رفيع، يعني تكون كيكة، عارفين الكيكات اللي تتقطعوها مربعات كده أحلى وأحسن، وتستوي مظبوط معاكو وكل حاجة تبقى تمام. خلاص، لكن الكيكات العالية دايما بيبقى فيها ريسك شوية، و يعني ما بنصحش بيها قوي. طيب، هنضرب كده ونحط بعد كده دقيق الشوفان اخر حاجه عليها. كله بالايد، مش محتاجين نحط يعني نستخدم اي جهاز ولا اي حاجه خالص، كله بالايد زي ما احنا شايفين. باكد تاني الفرن يكون متسخن على 170 درجه علشان يلحق ياخد السخونه بتاعته قبل ما ندخل الكيكة، يحقق السخونة في كل اتجاهاته علشان ما نلاقيش ايه الكيكة قبت من ناحية، ارتفعت من ناحية، وقلت من ناحية. تمام، حلو قوي كده، مش بنقلب كتير، يا مجرد ما تتقلب خلصت معانا. تعالوا بقى نجيب القالب، قالب كيك. انا افضل يكون اي قالب عندكم زي ما انتم عايزين، بس دايما القوالب اللي هي ما بتحرقش معانا الكيك اللي هو الالومنيوم، من ناحيه الصحه فهو مش من الحاجات الصحيه، استخدموا مثلا الحاجات الصحيه اكتر حاجه، البايركس ما بيتفاعلش مع الاكل خالص لانه ازاز، ولكن يعني يوصل الحراره بشكل رهيب، بحطه تحته صينية علشان ما يوصلش الحرارة بسرعة، تمام. بس عشان بما ان وصفة صحية وبنتكلم عن الصحة، فنكملها بقى صحي بالسوى، يكون بطريقة صحية. خلاص، دي برضو مدورة هتطلع عالية. لا، انا عايزاكم تعملوا، هي المقدار مش كبير، صغير، فانتوا هاتوا صينية مقدارها مثلا مقاسها حوالي 30 او اصغر شوية 28، مستطيل، تطلع معاكوا رفنوعة، تمام. انا عايزاها رفنوعة تتقطع مربعات،
احسن من المدور. تمام، هنحط بقى الفاكهه. الفاكهه ممكن تبقى من تحت او من فوق زي ما انتوا عايزين، يعني دي حسب الرغبه سواء عايزينها او مش عايزينها. لو هتعملوا بالتفاح، نصيحه، التفاح يتقشر، لان لو احنا ما قشرناش التفاح بيبقى سخيف جدا في تقطيعه، بينسل كده وبيقطع الكيكه بشكل مش حلو، فساعتها تشيلوا القشره. تمام، والتفاح مع القرفه بيبقى جامد جدا، والخوخ برضو من الحاجات اللي طعمها حلو جدا في الكيك. بس كده وصفه سهله وما خدتش وقت خالص، وكل مكوناتها متاحه، مغذيه جدا. اهو الاطفال مثلا ما ياكلوش كويس ياكلوا وصفه زي ديت. ما تسالونيش بقى ممكن نحط عسل مكان السكر الدايت، لا، العسل هيغير لي من القوام، مش هينفع. العسل قوامه غير سكر الدايت، حاجه كده سائله، فلو احنا حطيناها هتعمل ايه؟ هتبوظ لي الكيكه. ما ينفعش نبدل سكر دايت بعسل، لكن ممكن بسكر عادي، بس انا ما انصحش برده بسكر العادي، لان السكر العادي هيبوظ لي بقى صحه الكيكه. احنا عايزين الكيكه دي صحيه، صح؟ فاحسن حاجه سكر الدايت ستيفيا. هو ستيفيا ده ممتاز، ما بيرفعش معانا سكر الدم، الوحيد اللي ما بيرفعش معانا سكر الدم. تخيلوا، يعني اي سكر دايت تاني بيرفع سكر الدم، واي سكر عادي تاني بيرفع سكر الدم. فكده بصوا شكلها بيبقى لذيذ كده بالشكل ده. نقدر نحطها بقى في الفرن على 170، زي ما قلت بتاخد وقتها شويه، على نار هاديه تستوي معانا وبالهنا والشفا. ان شاء الله يا رب تكون من الوصفات الحلوه اللي تعجبكم، وتدعوا لي عليها، واشربوا ميه كتير، لان دايما الشوفان لازم نشرب معاه ميه كتير علشان ينفش معانا في المعده، لان الشوفان كله الياف، فمهم جدا نشرب معاه ميه كتير. بس وجبه متكامله زي ما قلت، وباكد لاخر مره، وجبه متكامله فيها البروتين البيض عالي، فيها الشوفان اللي فيه النشويات الممتازه، وفيه برده نسبه من البروتين الصحيه جدا، ومعانا بقى كل العناصر الغذائيه فيه، مش محتاج اي حاجه، فطار لوحده جاهز جدا، او قبل التمرين، او وانتوا في الشغل، او قبل المذاكره، حاجه كده جميله ان شاء الله تدعوا لنا عليها. يلا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض بقيه الحلقه اللي تجنن ان شاء الله.